في زمن عمل قيت الغنى، كنت أقوى من الزمن، صوتك يا شادية في دمنا، صوت أمنا، صوت الوطن، يعني اللي غنت سيد الحبايب، هي اللي غنت شباكنا ستاير وحرير، وحيت عينيك يا شادية وفداها علينا. هتفضلي هتفضلي معبودة الجماهير. الله عليك، فعلا هتفضل معبودة الجماهير، دلوعة الشاشة. ألقاب كتيرة جدا لقبت بيها الفنانة شادية اللي بنحتفل بذكرى ميلادها النهاردة هنا في بيتنا، بيت السفيرة عزيزة، لأنها فعلا سفيرة عزيزة. أي نعم رحلت عن عالمنا، لكن ما زالت في قلوبنا، نحب نسمع أغانيها ونشوف أعمالها. هيكون ضيفنا النهاردة مصور كبير له بصمته الخاصة جدا، وليه من التاريخ الحافل بالمحطات واللقاءات مع أبرز مشاهير العالم، سواء في عالم الفن أو السياسة في مصر أو في بلدان تانية مختلفة في العالم كله الحقيقة. فنانين وفنانات، رؤساء ووزراء وملوك وملكات جلسوا جميعا أمام كاميرا ضيفنا العزيز المصور الكبير اللي كلنا بنحبه، أستاذ عادل مبارز. منورنا. ربنا يخليك، حاجة هايلة يعني. كمان هنستمتع زي ما استمتعنا من شوية صغيرة بأغاني شادية المعروفة إن كلها حب ودلع وغزل بكل رقي وجمال، عشان كده هنسترجع ذكريات أغانيها الجميلة مع نجمة الأوبرا المصرية نهى حافظ. نرحب بيكي في بيت السفيرة عزيزة، وخلونا نحيي الفرقة اللي موجودة معانا كمان. أهلا بيكي. منورينا كلكم. واسمحوا لي هبدا طبعا مع تاريخ الفن، لان احنا معانا ايه بقى؟ تاريخ وقصص وحكايات. انت عارف انا بحب اقعد اسمع القصص منك يا استاذ عادل. حواديت الجميله. ايوه. منورنا. ونبتدي معاك باول لقاء مع شادي. كان لقاء غريب جدا. احكي لي امتى وفين؟ في بيتها اللي قدام جنينه الحيوانات. واول مره في حياتي رايح اصور شاديه. ايوه، ايه اللي حصل؟ رايح ازاي بقى؟ كلمتها محرر؟ لا، صحفي واخد منها ميعاد ورحت. تمام. سالت، انا دايما احب اسال قبل ما اروح. عرفت ان عندها حفله الساعه 10:30 بالظبط في سينما قصر النيل. فماشي، فضلت قاعد مستني لحد الساعه 9. انا من 8 في البيت عندها لحد الساعه 9. لسه بتعمل مكياج وشعر. خرجت وهي قلقانة قلق فظيع. ومعلش أنا أسفة، أنا مش حضرتك اسمك إيه؟ قلت لها أنا اسمي عادل مبارز. أهلا أهلا بيك يا أستاذ عادل، بص أنا مستعجلة متأخرة. قلت لها أنا عارف إن الميعاد بتاع حضرتك الساعة 10:30، يعني هتبقي مسرح 10:30. تقدري تديني قد إيه وما تبقيش متأخرة وما تبقيش مستعجلة وما تبقيش متضايقة؟ قالت لي ربع ساعة. قلت لها لو قلت لك 5 دقايق. قالت لي 5 دقايق هتعمل فيها ايه؟ قلت لها هصور حضرتك. اللي هي الصوره دي اللي احنا شايفينها؟ لا، اللي ايوه بالفرير دي. بس دي كانت اول صوره. دي اول مره في حياتي اشوف شاديه. مش اول مره اصورها، اول مره في حياتي اشوفها. ف طب هتعمل ايه في الـ يعني؟ طب فين؟ رحت اخترت كده حيطه بيضة ووقفتها عليها وقلت لها لا خلي الفرير. كانت لابسه فستان ديكولتيه وكده، ف قلت لها لا خلي الفرير. فخلت الفرير تك 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 تك. قلت لها شكرا. راح بص للشفيق قال لها ما كملناش 3 دقايق. قالت لي لا انت عملت ايه؟ امال هم بيعذبوني كده ازاي؟ طب بص اوعدني لو صور ما طلعتش حلوه وعجبتك، لو صور ما عجبتكش ما تنشرهاش. وانا بكره وانا بكره اديك الوقت اللي انت عايزه. رحت حمضت الفيلم، كنت انا اللي بحمض افلامي دايما بايدي سلايدز وكده يعني. فحمضت الفيلم، طلعت صور حلوه جدا. فرحت ناشر يوم السبت. يوم الاحد لقيت استدعى جاي لي من رئيس مجلس اداره مؤسسه دار الهلال في الوقت ده، استاذ صبري ابو المجد، وهو انا دايما كان بيكلفني بشغل وكده يعني. فنزلت
دهاليز بقى وبتاع، لقيت مدام شادية قاعدة جنبه على مكتبه قدامه. ازاي يعني؟ طب اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ قالت لي انا جاي عشان اشكرك في مكتب رئيس مجلس الادارة وعلشان اطلب منه ما حدش يصورني غيرك. الله. حتى لو بصور حاجة لبره دار الهلال. اخدت مكافأة؟ هي دي اكبر مكافأة. يعني ايه تساوي المكافأة ايه جنب الكلمتين الجمال جدا جدا دول؟ هي دي مكافأة كبيرة جدا. دي حاجة مكافأة مرضية جدا على فكرة طبعاً. لأي حد ان هو طبعا التقدير، يعني التقدير الغير عادي. وفعلا ما تصورتش مع اي حد لحد يوم اعتزالها. الله. هحكي لكم حكايات تانية بقى. احنا لا احنا لا احنا بس عندنا حكايات. بس انا متشوق اسمع الانسه ده صوتها ما شاء. ايوه احنا عايزين نسمعها. صوتها ما شاء الله جميل قوي يعني. ربنا يخليك يا رب. نهى بقى انا اقول له. طب انا نهى قول لنا بقى بدايتك مع اغاني شادية، وايه اكتر اغنيه بتحبيها، وايه اللي حببك في شادية؟ بصي انا شادية بالنسبه لي يعني انا اصلا بعشقها بحبها والله. لا انا حبي ليها حب خاص. انا بجد بحب الست دي قوي. انا بسمعها بقعد اعيط حتى لو بتغني اغاني حب. كل الوطن العربي بيحبها. حتى لو بتغني اغاني شقاوه ودلع فيه كده احساس، بحس معاها بصدق في اغانيها بشكل غير طبيعي. بدايتي معاها من وانا صغيره جدا. المدرب قال لي انا عايزك تبعدي مع الناحيه السكه دي والسكه دي، ركزي مع شاديه دي مدرسه مش اي حد يعرف يغني لها، مش اي حد بيغني السهل الممتنع، لان هي برضو مش اي حد بيعرف يجيب. حسيتي ان في وجه شبه ما بينك وما بينها؟ انا بحبها، انا حبيتها فذاكرتها. بس فبدات من وانا صغيره بحب اسمع شادية، بغني لكل الناس بس انا شاديه حاله خاصه عندي. طب هتغني لنا ايه دلوقتي اغنيه لشادية؟ ممكن نبدا بالقلب معاك. يلا. تروح آخر الدنيا هذا القلب معك 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 ثانية بثانية. لو حتى تروح آخر الدنيا فرحت معك أول فرحة واشتاق وحياتك للدنيا. فرحت معك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية. أنا قلبي معك أنا قلبي معك أنا قلبي معك أنا قلبي معك. لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا. عشان تفتل عليك انا حبعت روحي تيم حواليك عن بعد عشان تفتل عليك. بتكلم مين وتبص لمين بتكلم مين وتبص لمين في غيابي ومين حالي يدفع عليك. اياك اياك لا بقى مخصمه. اياك انا قلبي معاك
حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا. جميلة جدا جدا جدا. حقيقة عندنا أسئلة كتير جدا جدا، وعايزين نعرف حاجات وأسرار كتيرة من الأستاذ عادل مبارز، ولكن بعد الفاصل. مكملين معاكم حلقتنا ومع ضيوفنا اللي منورنا النهارده، عشان نعرف حكايات اكتر عن الفنانه العظيمه شاديه، ونسمع اغاني جميله جدا من ضيفنا استاذ عادل مبارز والمطربه الجميله نهى حافظ. اهلا بيكم مره تانية ومنورنا ومبسوطين بيكم. ربنا يسعدك. احنا مبسوطين بشاديه. ايوه بجد والله، طاقه جميله يعني. طبعا طبعا. طيب حضرتك بقى قابلتها اول مره لما رحت صورتها، الانطباع بتاعك عنها ايه اول لقاء بينكم؟ حد جد جدا، بيحب شغله بشكل غير عادي، مهتمة بشكل غير عادي، مجاملة، حتة دين، انسانة انا ما شفتش زيها. ده كان اول مرة، اول لقاء ده الانطباع أول الاول لقاء. وهي ما تعرفنيش، وانا بالنسبه لها حاجه نكره خالص يعني، وانا كنت لسه ما اكيد لسه ما يعني اكيد يعني. في البيت عندي مش كلهم كانوا يعرفوني كمان يعني يعني كنت لسه صغير جدا يعني، كنت حاجه ما فيش اسم، ما فيش ادوات، ما فيش اي حاجه. فكان يعني انها تهتم بي هذا الاهتمام، وانها تكتشفني في هذا الوقت لا المبكر. وانها تطلب ان حضرتك تبقى المصور الخاص بيها، ده برضو كده يعني اكتشفتني. مش حاجه بسيطه، ما هي دي كده فنانه كبيره كده اكتشفتني. فيعني وانها تيجي تكرمني عند رئيس مجلس الاداره وفي وسط زملائي، فكانت حاجه، لا طبعا دي حاجه ما يعملهاش الا حد انسانيا رائع وذكاء فطري غير عادي. يعني نقدر نقول ان نقطه انطلاق الفنان عادل مبارز في التصوير وكل الحاجات اللي احنا شفناها دي كانت من شادية؟ لا، من كانت من حاجات كتير جدا، كانوا في بس نفس الوقت. كان من ضمنها الفنانة شادية. يعني كان من ضمنها الفنانة شادية طبعا، يعني هي من الناس اللي ساهموا في ان انا ابقى يعني ايه، يعني ايه كلمة مصور خاص؟ يعني حطتني في حتة مصور خاص، وخلت بعد كده بقى كتير يسألوا مين اللي بيصور، الفنانة فايزة، الفنانة وردة، الفنانة صباح كده. فبقيت المصور الخاص بتاع ناس كتير، بس كان الليد بتاعهم او كان اول حد اكتشفني وشاور عليا كانت الفنانة شادية. انا عايز اقول لكم كان في زميل صحفي، وصحفي اسم لامع وكبير جدا، وكان دارس سياسة واقتصاد، وكتب في الفن مخصوص عشان شادية، وكان بيطلق عليه مجنون شادية. لا. من كتر حبه. طبعا، واللي يحب شادية يبقى حبيبه، اللي ما يحبش شادية يبقى عدوه بقى خلاص. احنا طلع لنا صور هنا، عايزين نعرف بقى دي كانت دي كانت وهي بتغني اغنية يا حبيبتي يا مصر. يبقى انا بحب الاغنية دي بشكل فتحي عبد الستار. يعني طب ما تغني لنا الاغنية دي. طب يا حبيبتي يا مصر بقى. يا حبيبتي يا مصر. ما شافش الأمل في عيون
شاف العمل سهران في البلاد والعزم بتولى ولا شاف النيل في أحضان الشجر ولا سمع على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر. الله عليكي. طيب استاذ عادل، هل الفنانه شاديه كان ليها لحظات كان ليها طقوس يعني قبل الحفلة قبل الصعود إلى المسرح؟ يا ريت توصف لنا الحالة اللي بتبقى فيها وراء الكواليس. العصبية، التوتر، الشدة الغير عادية فعلا، خايفة رغم التاريخ ده كله برضو بتتوتر. مفيش فنان يقدر يطلع على المسرح وهو مش خايف إلا لو مش فنان. صح. حضراتكم بتقدموا البرنامج بقالكم قد ايه؟ كتير، 7 سنين. كل مره انتوا بتيجوا عاملين ازاي؟ لو جايين مطمنين ما تقدموش تاني. لازم تبقوا ايوه طبعا. اكتر حد بيطلع بيعمل شغل كويس هو اللي بيبقى متوتر على طول. انا اكتر واحد في العالم العربي صورت، عندي ملايين الافلام. لكن كل مره كنت بصور زي اما اكون اول مره وببقى مرعوب وخايف وسمعتي في اللي انا هصوره بكره. فبرضه كده يعني، يعني حتى الرياضيين بيبقوا برضه ليله الماتش اكيد بيبقوا طبعا متوترين جدا. فهي الفنانه شاديه كانت كده، كانت من الناس المحبه العاشقه الفنانه. طب اقول لكم حكايه جميله جدا. اما جت تعمل مسرحيه ريا وسكينه، بنرغي في مره كده هتيجي وتصورنا، قلت لها اوكي هاجي الدعايات بتاعه المسرحيه والافيشات وكده. فقالت لي بص انا هعمل مسرحيه ريا وسكينه. قلت لها مع مين؟ قالت لي مع سهير البابلي. قلت لها مدام شاديه ده انت عارفه مين سهير البابلي؟ قالت لي ايوه حبيبتي. قلت لها لا انا اقصد سهير البابلي حبيبتنا حاجه وهي على المسرح بتبقى حاجه وحش كاسر ما فيش هزار. قالت لي لا سهير حبيبتي واحنا وفي كيمياء جميله بينا. لما توقفت على المسرح لقيت ان الاثنين وحوش مسرح. ده حقيقي، الاثنين جبارين على المسرح. فكانت لا شاديه كانت حاجه غير عاديه. طبعا حافظه حاجه بقى من المسرحيه ولا؟ هو انا بالفعل عملت لها الغنوه بتاعت حبك جننا، اتذاعت يعني على في برنامج سعاد يونس. عملناها في صاحب السعاده وكنت لابسه العبايه بتاعتها والمنديل وكده وقدمناها برقصه يعني تعبير حركي اداء طبعا طبعا. طب بتبقي متوتره برضو قبل كل حفله وقبل ما بتطلعي على المسرح؟ انا قبل ما اطلع اولا انا بحب يعني دايما في كل حفله دايما في كل حفله بحب اقدم حاجه جديده. يعني بحب اذاكر واقدم حاجه جديده، بس بطلع على المسرح طبعا يعني بره الكورونا كله طبعا قبل ما اطلع وببقى متوتره جدا وببقى خايفه مش عارفه الجمهور هيبقى عارف الغنوه دي طب هيتقبلها مش مفيش يعني ببقى خايفه برضو من رد فعله. خايفه من ايه؟ من ان هم يقارنوا مثلا لا ولا مش المقارنه؟ اولا احنا ما ينفعش نقارن باي مطرب او مطربه من الزمن ده خالص مهما كان نهى بتليق في اغاني شاديه لكن نهى مش صوت شاديه. ما ينفعش، مفيش مقارنه. بس الفكره انت يعني ايه، معظم الناس بتبقى بتغني الاغاني المعروفه المسموعه كده، انا بحب اجيب الحاجات اللي ما خدتش حقها في الدعايه وفي الاعلان عنها. في اغاني محدش يعرفها بحب اقدمها، بحب اغنيها. شاديه ليها اغاني لحد الان مش كتير يعرفوا ان هي غنتها. ليها غنوه اسمها انت اول حب، اكيد حضرتك عارفها، بتاعت محمد الموجي. بالظبط الغنوه دي. طب ما تسمعينها لنا بقى. انت اللي قلت اللي ما يعرفش يعرف. انت اللي قلت يا نهى واحنا ماشيين وراكي.
هي بس هي غامقه شويه يعني، بس هي الفرقه ما مش مجهزاه معايا. معلش دندنه كده. يا دي العذاب، يا دي العذاب، السؤال هو السؤال والجواب نفس الجواب، السؤال هو السؤال والجواب نفس الجواب، انت ايه بالنسبة ليا؟ بس بص انت في عينيا، والجواب هيبان عليا، انت ايه بالنسبة ليا؟ بس بص انت في عينيا، والجواب هيبان عليا. حلوه جميله. دي اغنيه من فيلم على فكره. اه كانت اه حضرتك عرفتها اول ما هي غنيتها، لقيتك بتغني معاها. ايوه فيلم يعني. اه طب نو، عايز اسالك حاجه، انت غنيتي المطربين كتير غير الفنانه العظيمه شاديه، ايه اللي بيميز شاديه في اغانيها وانت بتغني كده؟ هي طبعا السهل الممتنع خلاص، واصدق واحده غنت بالنسبة لي يعني، طبعا كلهم على راسي بس أنا بالنسبة لي شادية أصدق واحدة غنت لمصر، بصدقها جدا يعني. موافق على الرأي ده؟ جدا. وأصدق لا واحدة غنت للطفل يعني، هي أنا اللي أعرفه إن هي ما عندهاش أولاد، بس يعني حسيت معاها الأمور. يا نهار أبيض، سيد الحبايب وحلقاتك برجلاتك لا ده أم بجد يعني، أنا بحسها أمي يعني، أنا بشوفها كده بحبها. فهي عندي حاجة كبيرة ومدرسة كبيرة. ممكن ناس تقولك يعني أم كلثوم حاجة عظيمة، بس برضو أنا شادية بالنسبة لي في الحتة الكبيرة دي، بحب أم كلثوم جدا وبحب شادية جدا ونفس المكان عندي. بس هي السهل الممتنع، الرقة، الدلع، الحب، ده حقيقي. كل حاجة حقيقي. فيها حلوة بصراحة. أستاذ عادل، إيه أكتر صورة شادية كانت بتحبها انت مصورها لها، واكتر صورة انت بتحبها لشادي؟ صدقي عمرنا ما اتكلمنا في المسألة دي خالص، ولا ايه صور، ولا عمرها اتكلمت على صور حلوة. طب الصور الوحشة كانت بتقول لك مثلا لا دي مش حلوة، او دي مش شكلي فيها، مش عارفة ايه؟ انا نسبة صورة وحشة عندي 1 في 3 مليون. ان شاء الله. لا ليه؟ لان انا بصور كتير وبختار الاحلى. يعني اثناء التصوير وارد يطلع معايا صور اكيد واحد. طبعا. لكن انا دايما لما بختار ما بشيلش كاميرا من على عيني الا وانا معايا صور حلوه. طب احنا معانا مجموعه صور دلوقتي، يا ريت حضرتك تعلق بقى على كل صوره من دول. هنبتدي بالصوره دي. ايه قمر الزمان؟ ايوه. اللي بعده قمر زمانها يعني. دي اول سيشن. اول سيشن ده اللي عرفنا على بعض وخلانا. دي هنا كانت بتغني اغنيه برضو حاجه وطنيه لعمار، برضو حاجه لمصر، مش فاكر لمين الصراحه. ودي نفس انا برضو، لان انا عرفت امبارح بس انا كان ممكن اجيب كنز صور تاني، وهنا لكن مع المخرج فتحي عبد الستار اللي اخرج الاغنيه الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. تمام. ودي ده معبودة الجماهير. معبودة الجماهير ده مش انا. ده مش انا. بس هي بس هو كان فيلم خطير. دي في شيء من الخوف. ايوه. جواز فؤاد من عتريس باطل. جواز عتريس من فؤاد باطل طبعا. راح منك عين. طب كويس، ده الناس اجتهدوا وجابوا ارشيف. ايوه. كتير من الفنانين او كتير من حتى اللي بيتصوروا، مش ضروري حتى بيكون فنانين، يقول لك معلش يا استاذ عادل اخد تصورني من الجنب ده اكتر من الجنب ده احلى من. كان ليها طلبات سعاد حسني؟ لا. سعاد حسني كانت لا ما تتصورش غير من زاويه واحده تروكار ومن زاويه اعلى، لكن الفنانه شاديه عمرها ما قالت لي من الحته دي ولا من الحته دي. شاديه كانت فنانه متصالحه نفسيا بشكل غير عادي، وحته الدين انسانه بجد يعني، نادرا ما تشوفي حد بهذه الجوده الانسانيه يعني. احكي لكم حكايه. يا ريت. احلى حاجه حكايه. احنا
هي تغني وانا اقول حوالي. الفنانه شاديه مره بعد ما اعتزلت اتصلت بيا عن طريق صديقي اللي هو مجنون شاديه الاستاذ، يعني مش هقول اسمه الله يرحمه ويحسن اليه. هيطلع كان هيطلع هيجي هيجي محمد سعيد، الاستاذ محمد سعيد كان راجل صحفي في دار الهلال وكان من محبي شاديه العاشقين الولهنين، يعني مش بيحبها كأحد يعني حب الراجل لست، لا بيحب الفنانه شاديه مبهور بيها طبعا ومبهور ومكرس نفسه لحبها يعني حاجه بجد، الناس اللي بتحضر كل الحفلات بتحضر كل ما ينفعش. المهم تواصلت معايا بعد ما اعتزلت، ليه؟ لقت خبر في مجله عربيه انا كنت بشتغل فيها ان حد هيكتب الرجال مذكرة في حياه شاديه، يعني موضوع كده الرجال في حياه شاديه. قالت لي عادل يعني ازاي يكتبوا حاجه زي كده ومين اللي يكتب حاجه زي كده؟ فتواصلت مع المجله كلمتهم بره، هم عايشين بره مصر يعني المجله وكده، وقلت لهم يعني يا جماعه مدام شاديه مستائه جدا من الموضوع، فقالوا لي لا الموضوع مش هيتعمل انتهى، يعني طمنها ان الموضوع مش هيتعمل. مين اللي عمل؟ قالوا لي فلان بدون ذكر اسماء. اوكي. فكلمتني تاني، هي ما ادتنيش تليفون انا اكلمها بيها، هي معاها تليفوني بتكلمني من تليفون حد انا ما اعرفوش. عشان دي حكايه انك بتغير كمان رقم تليفونها كتير. اسالوني افهم الموضوع ده بعد كده. فقلت لها مدام شاديه الموضوع خلاص هيتوقف. قالت لي هو مين اللي عامل الموضوع؟ قلت لها فلان. يا خبر، ده مراته عيانه واكيد هو عمل الموضوع ده علشان عايز يا حرام محتاج يعني اتنين كمان. لا ارجوك ارجع للمجله وخليه ينشر الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار والله العظيم. فرجعت يعني هتزعل نفسها عشان خاطر حد تاني، علشان التاني ياخد الفلوس بتاعت الموضوع. فرجعت للمجله ونقلت لهم الوضع، يعني هم ناس محترمين جدا يعني. قالوا لي اولا هندفع له ثمن الموضوع تريبل ان شاء الله، وهنتولى علاج مراته ومش هننشر الموضوع. الله فعلا حاجه جميله جدا. رجعت لها قلت لها يعني مش عايزه اقول لك بقى كميه التاثر، عيطت وهي معايا على التليفون وربنا يكرمها. حضرتك حالا مدمع يعني، اصل الموضوع اكنه حصل يعني قريب جدا، وانا تاثرت جدا بالانسانيات الغير عاديه اللي كانت في الموضوع يعني. طبعا طبعا، فلا فظيع يعني. طب احنا كنت قلت في النص ان هي بتغير نمر تليفوناتها كتير، ينفع تكلمك انت ما ينفعش ترجع لها؟ لا انا هقول لك، هي طول الوقت عندها مجموعه قريبه جدا كده، دول اللي معاهم تليفونها بس، وكنت انا واحد من الناس دي، فحته كوميديه بقى عشان نخرج من النكد يعني. فارجع الاقيها كلمت مراتي، يا ميرفت تقول العادل ان انا تليفوني الجديد بقى كذا، فميرفت تكتبه. افوت ساعتين ثلاثة كده واتصل بيها، مساء الخير يا فندم، مساء النور، انا عايز مدام شادية لو سمحتي. تقول لي مش موجودة. اقول لها طب حضرتك مين؟ تقول لي انا الخدامة. اقول لها وانا عادل مبارز. يا عادل انت بس اكيد نبرة صوتها كانت بتبان ولا لا؟ انا عارف ان انا بكلم شادية بس هي اللي بتنسى دايما. يا عادل انت حاجه. طب نوع لما بيكون في حفله ليكي في دار الاوبرا وبيطلب منك مثلا اغاني معينه للفنانه شاديه، وايه هي الاغنيه اللي اكتر اغنيه بتطلب منك؟ اكتر اغنيه بتطلب مني لا هو اغاني شاديه كلها يعني، الناس بتحبها. بيحبوني اغني لشاديه يعني، بس في ناس بتحب فارس احلامي عشان كنت انا اول حد اقدمه في الاوبرا يعني. كان اول مره يتنفذ، والقلب معاك وحلقتك برجالتك، لان انا كنت طالعه بيها ايام الكورونا وكده، كنت عامله بيها بشخصيه. طب وبره مصر؟ لا بره مصر في تكريمها عملت لها حفله في البحرين وفي لبنان في مهرجان بعلبك، كان العندليب وشاديه، كان مع محمد عساف، وعملت لها برضو كام بروجكت للمايسترو هشام جبر.
عملنا العندليب وشادية في السعودية، كانوا كذا حفلة ورا بعض، فيعني مثلناها في كل حاجة. وفي دار الأوبرا طبعا بيتعمل لها حفلات كتير، وحفلة طبعا التقديم بتاعها عملت لها، يعني شاركت في كل الحفلات بتاعتها. طب انت هتشاركي معانا بأغنية ايه دلوقتي؟ ممكن نسمع اللي هي حلقتك برجلاتك دي عشان انا بحبها. حلقتك برجلاتك يا سلام، سلم على شرباتك كل الخفة معاك في اللفة، خلي شوية يا واد لاخواتك برجلاتك برجلاتك، يا اختي عليه وعلى اللي جابوه، قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخالق الناطق ابوه، رش الملح عليه من العين، يا اختي عليه وعلى اللي جابوه، قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخالق الناطق ابوه، رش الملح عليه من العين، قولوا هنوا برجالاتك، باركوا غنوا برجالاتك، محلى عياطك وابتساماتك، يا سلام سلم على شرباتك كل الخفة معاك في اللفة، خلي شوية يا واد لاخواتك برجالاتك برجالاتك. ايه الحلاوة دي؟ طب تفتكر موقف مستحيل تنساه خالص مع الفنانة شادية؟ حاجة كده اللي هي يعني كانت خضة إنسانيا؟ إنسانيا يعني أحد أقاربها محتاج يتساعد، يعني محتاج مساعدة، وكان بيصور فيديو، قعدت تسأله وإيه، طب أنت ليه ما بتجيبش كاميرا أصلها غالية قوي، طب إيه الكاميرات المحترمة، كذا كذا كذا، طب إيه كذا يطلع كذا كده، يعني عملت حوار صغير معاه. وبعدين سألت اللي حواليها يعني إيه أحسن حاجة تساعد الراجل ده، وفوجئ بحد جايب له كاميرا فيديو في وقت ما كانت نادرة جدا. يعني كاميرا الفيديو دي كانت حاجة نادرة طبعا، وفلوس كتيرة قوي طبعا، يعني طبعا في الوقت ده رقم جبار، يعني 15 أو 20 ألف جنيه، وراحت له الكاميرا علشان ما يحتاجش لحد، يعني ادت له الشبكة مش الصنارة اللي يصطاد بيها السمك، وما بعتتلوش السمك. يا حبيبي فيعني من الحاجات برضو، لا هي إنسانيا كانت حاجة حاجة يعني، وده طول عمرها حاجة فاخرة جدا. يعني ما يتقالش عليها عظيمة، حاجة فاخرة فوق العظمة وفوق الجمال الإنساني الصراحة يعني. ده غير بقى إنها اتبرعت بشقة للخير، يعني اتبرعت بشقة يعني حاجة رقم جبار يعني في وقتنا دلوقتي، يعني حاجة يعني ست عظيمة. قلما يعني ان الزمان يجود بمثلها يعني. الله يرحمه. انسانيا. فاكر فاكر اخر مكالمه تليفون بينكم؟ اخر مكالمه تليفون بيننا قالت لي عادل احنا يعني ايه، انا قريب كده يمكن ما نبقاش على اتصال قوي. فقلت لها يعني احنا على اتصال دايما، في اي وقت انت هتلاقيني موجود يعني. وغيرت تليفونها وخلاص وما خدتش انا النمره، فانا عرفت ان احنا ما يجبش يعني. فلما جت حتى اتحجبت ما عرضتش حتى عليها ان انا صورها محجبه، لحسن تظن ان انا عايز وانا عمري ما تاجر بالمساله دي يعني، على فكره يعني انا عندي احترم خصوصيه الناس بشكل غير عادي، حتى اللي بيعتزلوا بقفل الارشيف بتاعهم، ده حقيقي يعني طول ما هم عايشين بقفل الارشيف بتاعهم، الا بقى لما نتكلم عن التاريخ او كده برجع للصور تاني يعني. حاجه جميله جدا. طب نهى قولي لي ايه الاغنيه اللي لما بتطلعي تغنيها لشاديه بتبقي فرحانه، هي الاغنيه دي تحس انها بتاعتك كده؟ والله يا كل اغانيها يعني انا بحب كل اغانيها بجد، ما عنديش اغنيه معينه، بس انا بحب القلب معاك، بحب فارس احلامي، بحب اقول له انا،
ان راح منك يا عين على عش... كل اغانيها سونا يا سونسون بحبها برضو بحبها جدا. فكل اغانيها بصراحه دي اكتر اغنيه مفضله بالنسبه لي. بحب سونا يا سونسون. وحضرتك الاغاني الوطنيه بتاعتها بتبقى جميله. الاغاني الوطنيه بتاعت شاديه دي حاجه تحسها من القلب. يعني انا وهي بتصور يا حبيبتي يا مصر انا كنت معاها في الاستوديو ومصورها وكده، يا كنت بصور الميكنج بتاع الاغنيه. لا حاجة ترج القلب من صدقها. الست دي كانت بتقول كل حاجة بصدق. صح. يعني حتى لما زي ما نوها قالت كده غنت للأطفال بصدق كأنها أم. ده حقيقة. لأنها كانت أم لأولاد تانيين يعني في أسرة عندها يعني. طبعا. طيب أنتوا نورتونا وأمتعتونا الحقيقة بحكايات اكتر من رائعه. احنا مش عايزين حلقه تخلص. والله انا نفسي فعلا ان احنا عايزين نكمل. انا مبسوط ان انا كنت معاكم بتكلم عن شادي. واحنا كمان والله جدا جدا حاسس بحبها قوي 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 في عينيكم وفي عينين اللي موجودين، فدي حاجه مبهجه جدا يعني. طبعا عشان كده احنا هنختم مع نهى حافظ اللي هتغني لنا اغنيه لشاديه. وبنشكركم شكرا جزيلا الفرقه. بنشكرك يا استاذ عادل وبنشكرك يا نهى. I'm